القرآن هو يتكلم عن المؤمنين وعرفهم منه. هنا أنا يقول إنما المؤمنون الذين، واحد سجل يمك من المؤمنين، هذا اللي بلسانه يقول أنا مؤمن، بلسانه أنا مؤمن وأفعاله كذب يكذب مثلا، غيبة يختاب مثلا، نميمة ينم مثلا، أعراض الناس يباوع لها مثلا، ظلم يظلم مثلا، يعتدي على حقوق الناس مثلا، يأخذ ربا مثلا، يغش بالمعاملة مثلا، ويقول أنا مؤمن. أشهد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ويدخل الإيمان في قلوبكم، لكن قلوا أسلمنا، قل أنا مسلم بعد مؤمن، وين مؤمن؟ علامات المؤمن موجود. مؤمن يكذب شلون؟ مؤمن يظلم شلون؟ يأخذ حق غيره شلون؟ يأخذ رشوة شلون؟ مؤمن هذا شنو من مؤمن هذا؟ القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله من يذكر قلب الإنسان شنو؟ يتفاعل، يخاف، هذا المؤمن. وطبعا لما قلبه يخاف ويتفاعل هذا تترتب عليه أثر، لو ما يترتب عليه أثر فالجوارح همكون تتبع القلب. زين، هاي واحد، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من يحضر بالمجلس ويسمع موعظة ويسمع آيات القرآن الكريم كون يطلع من بعد المجلس أفضل مما أجى للمجلس، إيمانه يزداد، هذا مؤمن. أما إذا لا والله سمع مجلس وطلع وبقى على، ذكرنا بعضهم قبل قليل، القرآن الكريم يقول هذا عنده مشكلة، هذا كون يراجع حساباته. شلون دينه؟ يقول المؤمن الحقيقي من يسمع آيات رب العالمين تزيده إيمان، فإذا كان يكذب بعد ما يكذب، إذا كان يأخذ غيبة يبطل، إذا كان يمد يده على مال الآخرين يترك، إذا كان ماخذ حق غيره يرجعه، إذا كان مستضعف زوجته ويظلمها بالبيت يترك الظلم، ظلم موزياً. هي بالمقابل إذا ظالم زوجها يو 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 كذا تبطل، تخاف الله، توب. يا أخي الله يقول هذا المؤمن، أنا شي من جيبي قايل، القرآن يقول يا أبا المؤمن من يسمع آيات القرآن إيمانكم يزداد، فسوالف الموزين يكون يبطلها، يعني إذا ما بطلها معناه هذا أكو مشكلة بإيمانه. ورب العالمين تجي يقول أنا شنو قاعد يعطيك علامة من خلالها تعرف نفسك مؤمن حقيقي ولا موزين. رب العالمين قاعد يعطيك علامة، يقول لي تعرف أنت مؤمن، أي من ذكر الله يجي قلبك يخشع، هاي واحد. اثنين، من تسمع آيات الله إيمانك يزود، فإذا عندك سوالف موزين تبطلها يعني. ثاني، إذا ما عندك يعني إيمانك به مشكلة، يعني كون تروح تعالج نفسك، تروح الدكتور تقول له ما مرتاح، يقول لك أكو عندك ألم في كذي مكان، تقول له يقول لك يعني بيك كذي مرض. القرآن الكريم قاعد يعطيك وصفة، قاعد يشخص المرض ويقول لك ونتعالجه. الشيء أحسن من هذا شنو نريد بعد؟ هذا الحكي نقوله مو للسماع ونمشي كمان المجلس كل مرة، مو الشكل هذا يا إخوة، مو الشكل هذا. على شنو هذا التعب قاعد تعبه إذا بس نسمع ونمشي؟ هذا كون هذا المتكلم قبلك أغير وضعي، أنا معدل الوضع، أنا ميت مشكلة بي، ميت عيب بي، أنا الأحجي ميت عيب بي، فأكون هم أراقب نفسي وأرتب أخلاقي. والمستمع هم شنو عنده مشاكل المفروض يعالجها بعد. وعلى ربهم يتوكلون، هاي ثلاث، المؤمن الحقيقي يتوكل على الله. أربعة، الذين يقيمون الصلاة، المؤمن الحقيقي شنو يصلي. ومما رزقناهم ينفقون، المؤمن ينطي زكاة إذا عنده موارد الزكاة، المؤمن يخمس إذا عليه خمس، المؤمن يساعد الفقير، المؤمن المريض إذا عنده يساعد. شاب يريد يتزوج وأنا مؤمن وأقدر أساعده، ساعد. فلوسك ما تقل، رب العالمين وعد المنفق أن يضاعف له الجزاء، لا تخاف أنا أرجع لك فلوسك ضعف إذا تطي في سبيل، لا تخاف، وعد مني الله يقول. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فصار أكو مؤمن حقيقي وصار أكو مؤمن شنو ادعائي.